التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء أكد سموهما حرص مملكة البحرين على توسيع دائرة التعاون الثنائي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وزيادة أفاق استفادة المملكة من هذا التعاون على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مشددين سموهما على ضرورة العمل بأن تكون الاتفاقيات الموقعة بين مملكة البحرين ومختلف الدول معززة لرؤيتها الاستراتيجية في تعزيز مشاركة القطاعين الاستثماري والتجاري في المنظومة الاقتصادية. إلى ذلك، فقد استعرض سموهما مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية التحركات الهادفة لمزيد من الأمن والاستقرار، مشيرين سموهما إلى أن المنطقة رغم انشغالها بهاجس الأمن إلا أنها في الوقت ذاته حريصة على الإسراع بوتيرة مسيرتها التنموية والاستمرار في عمليات البناء والتطوير بما يحقق رخاء لشعوبها ويضمن عيشها في بيئة آمنة ومستقرة.